في نهارك زملكاوي، النهارده اعلن الجهاز الفني للفريق بقياده معتمد جمال عن القايمه اللي هتخوض مباراه سوار الغيني المقرر ليها ان شاء الله النهارده الساعه 9 مساء باستاد السلام في الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، وهتضم القايمه كل من في حراس المرمى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد، خط دفاع نادي الزمالك هيكون موجود فيه عمر جابر وحمزه المسلوسي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر، خط وسط نادي الزمالك نبيل عماد دونجا اشرف رؤى عمرو السيسي سيد نيمار واحمد مصطفى زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وابراهيم انضاي ويوسف ابراهيم اوباما، خط الهجوم هيكون فيه سيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون اكينولا. هي دي القايمه اللي أعلن عنها فريق نادي الزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال.